هل هاتف الأوبو فايند إكس 2 برو هاتف كامل بدون أخطاء؟ هذا الفيديو راح يعطيك الإجابة الكاملة إن شاء الله، فخليك معي لآخر الفيديو. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. كثير ناس انتقدوني على الفيديو الأولاني اللي عملته لأوبو، طبعا من فترة الفيديو صار تأخرت أسباب كثيرة صراحة لأكمل المراجعة، ولكن انتقدوني أنه دائما بتحكي عن الجهاز أنه واو بجنن مرتب وبس. فالفكرة أنه الفيديو الأول كان عبارة عن انطباع، يعني أنا بكون لسه مش مستخدم الجهاز، فأنا باخذ انطباع الأولي، وهاي بتكون مشاعر اللي بتطلع من الانطباع. أما في هاي المراجعة أنا بكون استخدمت الجهاز كويس وعندي لائحة بالإيجابيات وعندي لائحة بالسلبيات، راح أذكرهم كلهم. فهل إذا كان هذا بناسبك ممتاز، إذا ما ناسبك يعني بقدرش أسوي أكثر من هيك، يعني ما بقدر أمدح بالجهاز إنه وما فيش فيه ولا خطأ، وما بقدر أذم الجهاز لو كان عنده أخطاء صغيرة. فركز معاي بالإيجابيات والسلبيات. كالعادة بدي أحكي عن، يعني أنا دائما ببلش بالتصميم. بشكل عام شركة أوبو بالنسبة إلي من أكثر الشركات في العالم تهتم بالتصميم وبتطلع تصميم ممتاز جدا، وأنا بحكي بالذات عن الأجهزة الفلاجشيب وفوق المتوسطة. هذا الأوبو فايند إكس 2 برو هو أعلى فئة في هاي الشركة، وهو أفخم جهاز. يعني أنا لو بدي أعطي مثلا من عندي أنا تقييم، هذا أفخم جهاز أنا مسكته واستخدمته. أنا مسكت الآيفون، النوت، هواوي، كل أجهزة ممكن تخطر على بالك تقريبا مسكتها ما عدا السوني الجديد. هذا أفخم جهاز فعليا مسكته. هلا معنى الفخامة مش إنه أفضل تصميم، بيكون عند التصميم بعض الشغلات اللي ممكن تعيبه، ولكن الأوفر أول أو الرأي العام بيكون رهيب. فصراحة شوفوا سماكة الجهاز 8.8 مليمتر، في شوية سماكة بس مش السماكة الضخمة، في أجهزة 9 وفوق. هذا الجهاز مبني من السيراميك، عشان هيك وزنه 217 غرام. السيراميك لحاله، سامعين الصوت؟ في تكستشر على الجهاز جميل جدا، بيعطي هذا الجهاز الفخامة. الزجاج مع السيراميك كله مع بعض هيك عن جد أعطاك فخامة. بس ذلك لا يعني إنه التصميم بدون مشاكل. أول مشكلة بالنسبة لي نتوء الكاميرا، صحيح مش أكبر نتوء حاليا، لا مش أكبر نتوء، ولكن خلص هذا النتوء لما بتستخدم الجهاز على سطح مستوي على طاولة بصير معك هذا الحكي اللي هو البابلينج، الجهاز مش ثابت. لما حطته بالكيس خف الموضوع كثير، ولكن لساته موجود. فهاي نقطة مثلا تعتبر سلبية، ممكن بعض الناس ما يشتري جهاز عشان الشغلة هاي. أنا بالنسبة لي مش إشي خطير. لو لفينا الجهاز من الأمام منشوف الشاشة، منشوف كيف هاي الشاشة فعليا أقل حواف ممكنة. هلا في انحناء للشاشة، هذا الانحناء بيزيد موضوع الفخامة، بس عمليا أنا ما بيناسبني، أنا ما بحب الانحناءات، الإجز هاي ما بحبها. لو كانت بالنسبة لي شاشة فلات مستوية بدون انحناءات بكون إلا أفضل. فهاي بالنسبة لي برضو بعتبرها سلبي. بعض الناس بالعكس يبحث عن الإج لأنها بتعطي فخامة يعني رهيبة بصراحة، وشكلها حلو كثير بصراحة. وعجبني كمان إنه الشاشة من أمام الثقب تبع الكاميرا صغير وعلى الزاوية، يعني طول فترة استخدامي للجهاز ما حسيت إني تأثرت منها أبدا. فهيك خيار أفضل، أفضل من كاميرتين وأفضل من إنه يكون بالنص. أضف إلى هذا الجهاز إنه غير إنه فخم IP68 مقاوم للماء والغبار، فهاي كمان نقطة إيجابية. لكن النقطة اللي ممكن ما تعجبك وأنا ما عجبتني، هذا الجهاز من أعلى فئة، فأنا بكون متوقع منه يكون كل إشي فيه موجود، عشان هيك بصير ندقق على أصغر الأشياء. لو جهاز تاني ممكن ما أدقق. ما فيه شحن لاسلكي، أنا من الناس اللي ما بيستخدم شحن لاسلكي، بس أنا بعرف أنه هاي الميزة تميز الأجهزة الرائدة، فأنا أعتقد أنه بيقدر يحطوا شحن لاسلكي. أوبو بتقدر، أتمنى نشوف شحن لاسلكي، لأنه هاي الميزة الشحن اللاسلكي إضافة للبريميوم للفخامة، مش موجودة بتكون هيك بتقدر تحكي عنها نقطة سلبية. فهذا بشكل عام يعني رأيي بالتصميم. فالنتيجة النهائية أنا جدا جدا معجب بهذا التصميم صراحة. أتمنى نشوف أجهزة من أوبو كمان بنفس الطريق نفس الفخامة، بس يحلونا بعض الإشكاليات اللي حكيت عنها. رائع الجهاز. بما أني جبت سيرة الشاشة خلينا نرجع شوي للشاشة. هاي الشاشة
اللي هي AMOLED 6.7 إنش QHD بلس 120 هرتز، تدعم HDR 10 بلس، سطوع 800 نتس. عشان برضو ما تحسوش اني انا ببالغ في الموضوع، بس مش لاقي طريقة ثانية اوصفها. هاي افضل شاشة استخدمتها لحد اللحظة هاي. ليش اقولكوا افخم شاشة، افضل شاشة في العالم؟ انا عن نفسي هاي افضل شاشة استخدمتها، رائعة بصراحة، سلسة جدا، الوانها جميلة جدا جدا. لما بتحضر محتوى ومحتوى يكون من جودة عالية راح تستمتع بهاي الشاشة. موضوع ال 120 هرتز على فول اتش دي وعلى كواد اتش دي موجود طبعا. على لما تكون ال 120 هرتز على كواد اتش دي حتسحب بطارية اكثر، ولكن السلاسة التجربة ما بتقدر تعرضها على الكاميرا، يعني بدك تجربها. فالسلاسة جميلة جدا هون، يعني ممتعة بصراحة استخدام هاي الشاشة، جدا جدا ممتع. إن كان بدك تلعب جيمز، بدك تحضر محتوى، بتتنقل بين الابليكيشنز، ممتع جدا. ما بدك خلص، ما راح احكي اكثر من هيك عن الشاشة، خلص نقطة. هلا نحكي عن نظام التشغيل، الا وهو انه عندنا هون اندرويد 10 عليه الكلر او اس 7.1. يعني انا مش من عشاق الكلر او اس، بس لازم اعترف انه 7.1 ضبط الامور. يعني انا الشكل الايقونات حاليا اللي موجود على 7.1 حبيتهم. انا كان عندي مشكله بشكل الايقونات، هلا بيعطونا ميزه انك تقدر تغير حتى شكل الايقونات، الثيم، الالوان، بتقدر تتحكم بهاي الامور. ممكن فيش داعي تنزل لانشر. فالشكل لحد اللحظه هاي انا عجبني المره هاي، واعتقد انه ممكن يطوروا بالكلر او اس، نشوف اشياء افضل وافضل. فليس افضل واجهه انا بستخدمها، ولكن انا بدي اذكر ان عن جد تغيرت من الاوبوز اللي استخدمتهم زمان. هاي الواجهه تغيرت للافضل، فاعتقد لو شفنا، يعني اعتقد ممكن كمان يقدمونا اشي افضل افضل، يتعاونوا مع ون بلس ويطلعونا اشي اجمل واجمل، بيكون الموضوع رهيب. ليست افضل واجهة ولكنها تحسنت، وهذا اشي يشكر عليه بصراحة، بالذات موضوع الايكونز. انا كثير بهمني موضوع الايكونز وشكلها. بس هاي عن هذا عن نظام تشغيل. نرجع نحكي عن موضوع السلاسة. سلاسة الجهاز تتعلق في كل شيء، تتعلق بالشاشة، تتعلق بال 120 هرتز، تتعلق بالمعالج سناب دراجون 865 اللي مبني بمعمارية 7 نانومتر بلس. هذا المعالج لما نزل الجهاز كان أفضل معالج موجود، هسه نزل سناب دراجون 865 بلس، نعم، ولكن لما هذا الجهاز نزل كان أفضل معالج. الأداء هنا ممتاز جدا، سريع جدا، سلس جدا. أي لعبة بتنزلها، كول أوف ديوتي، ببجي، أسفلت 9، أنا مش ضليع بالألعاب ولكن هذو ألعاب بعتبرهم ثقال، بيشتغلوا على أعلى إعدادات بكل بساطة، والتجربة جميلة جدا. أضف إلى ذلك هذا الجهاز أو هاي النسخة اللي معي بتيجي ب 12 جيجا بايت رام من نوع ال LPDDR5. أضف إلى ذلك 512 جيجا ساعة تخزينية بتقنية UFS 3.0. فعلا هون جيمز سهولة جدا. بعدين جربت، يعني شديت حلو ولعبت جيمز، حاولت اضغط انه بدي اشوف قديش الحراره ممكن تعلى او ممكن تسبب اذى بالاستخدام. لم يحمل جهاز معي اثناء لعبي، بس ما بقدر زي ما اقول لكم انا اعطي الجهاز العب 3 ساعات 4 ساعات. اي جهاز راح تلعب فيه 3 4 ساعات حتى لو كان مخصص للجيمينج راح يحمى، نقطه. فالاداء كان ممتاز جدا يا اخوان. فاللي بيبحث فخامه، شاشه مرتبه، اداء مرتب، لحد اللحظه هاي الاوبو بيقدم هاي بكل سهوله وبكل سلاسه. طب هسه دور ايش؟ هلا دور الكاميرات. الكاميرات بنقسمهم لقسمين، التصوير والفيديو، كل واحد على حده. بس قبل ما نحكي عن التصوير والفيديو نحكي شوي عن بعض مواصفات العدسات اللي موجوده عندنا هون. الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه f1.7 بحساس 1/1.43 انش، تمام. وانا مع فكره ال 48 ميجا بكسل افضل من 108 ميجا بكسل، مع ان هذيك بتعطينا ديتيلز اكثر، بس البروسيسنج تبعها اسرع. اضف الى ذلك في لها اوبتيكال ايمج ستابلايزيشن، وعندها ايضا ليزر فوكس. الكاميرا الثانيه 13 ميجا بكسل اللي هي البيريسكوب، راح تعمل الزوم، راح تعطينا 5 اكس اوبتيكال زوم، تقريب بصري حقيقي. وفي عندنا 10 اكس وفي عندنا 30 اكس. اثناء عرض الصور راح احكي عن موضوع الزوم. والكاميرا الثالثة اللي هي الالترا وايد. الالترا وايد اللي عندنا هون 48 ميجا بكسل، وهذا اشي بصراحة انا حسيت بالفرق تبعه لما كان عندنا ميجا بكسل اكثر بالالترا وايد. فبالفتحة f2.2 والبعد البؤري 17 ملم. اكثر كاميرا حبيتها الالترا وايد،
وتبقى معانا الكاميرا الأمامية 32 ميجا بيكسل بفتحة f2.0. طيب تعالوا نحكي عن الصور، نحكي عن الكاميرا الخلفية. التصوير بشكل عام كان ممتاز، الدايناميك رينج وهو مدى الألوان وتباينها في الظل وفي في النار القوية أيضا كان ممتاز، بس كان يختلف بين العدسات. أكثر دايناميك رينج حبيته كان على الألترا وايد، بعدين الكاميرا الأساسية، بعدين الزوم. تمام، الألوان على الثلاث كاميرات كانت دقيقة كثير، يعني بصراحة كثير ممتازة. موضوع الألوان بهذا الجهاز، بتصور الصورة اللي أنت شايفها بعينك تقريبا بتشوفها على هذا الجهاز، فهاي الدقة بصراحة أعطت للكاميرا وزن وقيمة كبير كثير. لكن لما بتزيد إشي عن حده ممكن تأخذ صورة شوي مش طبيعية. الصور هون أقرب ما يكون للطبيعة، الألوان بصراحة أفضل ألوان في أي جهاز، حتى أفضل من الصور اللي بيطلعوا من الآيفون. بالنسبة صحيح للزوم، عندنا 5X وعندنا 10X وعندنا 30X. 5X ممتازة جدا وال10X ممتازة، 30X ما في داعي تستخدم. أنا برأيي ما في داعي للزوم 30X، ولكن حفرجيكو نتائج الزوم ممكن تستفيد منه فعلا. إنك بدك تصور إشي قريب منك تعمل عليه زوم وتصور صورة، فهذا بتأخذ أدفانتج بهذا الموضوع. موضوع البورتري والعزل بالكاميرات الخلفية أيضا ممتاز والألوان ممتازة. هسا بدي أحكي على الكاميرا الأمامية. أعتقد أنه بحاجة لشغل الكاميرا الأمامية. هذه ليست أفضل كاميرا أمامية أنا استخدمتها في جهاز، أوكي؟ الدايناميك رينج، يعني لما تصور سماء بعض الأحيان بيجيبها صح، وأحيان كثيرة بيجيب الصورة بيركز على السبجكت اللي هو أنا مثلا بصورني، والسماء بتيجي بيضة بيضة. في أجهزة بتوازن ما بين السبجكت اللي بتصوره والسماء، بطلع يعني إشي متوازن، أو ممكن يعمل إشي زي هيك إنه يوازنه ما بين السماء وبين الإشي اللي بنصوره لحتى تطلع صورة يعني لطيفة. أما تطلع صورة إشي حلو بتصوره أمام والسماء تكون بيضة بيضة مش حلو. لكن overall أو النتيجة النهائية كانت جيدة جدا وبالعزل ممتازة. بالنسبة للتصوير الليلي أخذت تجربة صراحة بقدر أعتبرها إنها ممتازة، لكن في المنافسة في السوق في جهاز يتفوق على الأوبو، بس هذا إشي كتير كويس. ليش؟ لأنه لما بنحكي إنه في جهاز متفوق مش معناه إنه هذا سيء وهذاك كويس، لا لا، المنافسة كتير صارت عالية. هون بتأخذ تجربة ممتازة جدا جدا بتصوير الليلي، ومع في مجال للتحسين كمان لأنه في منافسين جابوا أفضل. فبصراحة يعني حفرجيكم صورة، هتشوفوا صور عادي وصور بوضع الليلي وتشوفوا الفرق. طيب تعالوا نحكي عن الفيديو. قبل ما نحكي عن الفيديو بدنا نشوف الفيديو، خلينا نشوف الفيديو. السلام عليكم أصدقائي، يعطيكم العافية، زمان ما عملنا فيديو. هذا الفيديو هو عن أوبو، أكيد أوبو فايند إكس 2 برو. حاليا نحن نصور من الكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية عندها قدرة واحدة فقط اللي هي فول اتش دي، للأسف ما في 4K، وكنت أتوقع بصراحة يكون في 4K، إن شاء الله نراه في المستقبل، لأنه جهاز بهذا الحجم بهاي القوة لازم يكون عنده 4K فول اتش دي. وهي الصوت وهي الشمس وهي الالوان وما كل. طبعا اليوم الجو جميل في غيوم، فمن حظ هذا الجهاز. شوف الكاميرات الخلفيه، حاليا بنصور فيديو فول اتش دي كاميرا الخلفيه. طبعا في مود انه تشغل الاستابلايزيشن. انا هسه جربت الفيديو من غير استابلايزيشن، خلينا نشوف كيف وضعه. هسه كمان بعده راح اصور مع استابلايزيشن ونشوف هل في فرق ولا لا. طبعا وانت بتصور فيديو فيها التالي، ممكن تروح للكاميرا العريضة او تروح 2X او تروح 5X او تروح 10X. طبعا لما تكون 10X هيك بيكون الاستابلايزيشن زي ما انتم شايفين. لو رجعنا 5X، هاي احنا 5X، لو رجعنا 2X بس العملية سموث، يعني سهلة جدا بصراحة وانت بتصور تنتقل بينهم. نرجع 1X، هذا 1X طبيعي. خلينا اجرب افعل الاستابلايزيشن. أصدقائي فول اتش دي مع استابلايزيشن مفعل. حاول أن أصور اليوم، طبعا السماء جميلة جدا فالدايناميك رينج حيكون واضح مع الجهاز، وأعتقد أنه الدايناميك رينج هو ممتاز. نشوف كيف هسه الاستابلايزيشن شغال. أوكي، جميل 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 جميل، مع غيوم، هواء لطيف عليل، جو حلو مش حر، احلى اشي التصوير بيكون. اوكي بكفي استابلايزيشن، خلينا نجرب ال 4K. حاليا يا اخوان 4K، انا حكيت لكم نجرب فول اتش دي 60 فريم. هو فعليا الفول اتش دي 60 فريم
بس تشغله بيتفاعل مع الاستابلايزيشن اللي هو المثبت. فلذلك احنا جربنا هيك الفول اتش دي 60 فريم، حاليا 4K 30 فريم بدون ما افعل، اجرب افعل الاستابلايزيشن. راح اخلص هذا الفيديو وارجع افعل الموضوع الاستابلايزيشن على 4K نشوف كيف وضعه برضو. خلونا نجرب. طبعا حدائق الملك حسين جميله جدا لما تكون في غيوم ولطيف الجو زي ما انتم شايفين. طبعا برضو على الفور كي بتقدر تعمل الزوم وتقدر تصور عليه، وهذا اشي كثير كويس صراحة، كثير ممتاز انه هذا الخيار موجود اثناء التصوير. انا غيرت العريض بكل بساطة، ونرجع 1X شوف كيف الديناميك رينج. يا اخوان زي ما شفتوا انا بشوف انه هذا الفيديو بكل فئاته فول اتش دي 4K 30 فريم 60 فريم كان ممتاز جدا. من يعني بصراحة عندنا هنا كاميرا فيديو منافسة جدا لأفضل الكاميرات، لأفضل الكاميرات، ممكن تكون هاي واحدة من أفضل الكاميرات اللي بتصور فيديو. كثير عجبني تصوير الفيديو، كثير عجبني الألوان، كثير عجبني الدايناميك رينج، الفوكس، التثبيت، كل إشي بدي، حتى موضوع الصوت، الصوت ممكن يصور إذا أنت بدك إياه يأخذ الصوت القريب بيصوروا في فيديو، او اذا بدك اياه ياخذ الصوت البعيد مع الزوم بياخذ الصوت البعيد. في عنده صوت 3D، هذا اشي بصراحه كثير بيساعد بتصوير الفيديو. انا عجبني الفيديو تماما، حتى من الكاميرا الاماميه عجبني الفيديو، الكاميرا الخلفيه كان يعني بيرفكت بالنسبه لي. عن جد هذا من افضل الفيديوهات اللي صورتها بجهاز. ولكن في نقطه هون، الكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه فقط بتصور فيديو فول اتش دي، وهذا اشي يعني حلو لطيف، وكان الجودة ممتازة والتثبيت ممتاز والصوت حتى بالنسبة لي ممتاز، بس ما بتصور 4K. وهذا اشي يعني ممكن تستغربوا لانه احنا بنحكي عن افضل جهاز من اوبو، افضل جهاز من اوبو لازم يصور الكاميرا الامامية تصور فيديو 4K، ومش فيديو 4K عادي، بدنا فول اتش دي 30 فريم و 60 فريم، و 4K 30 فريم و 60 فريم. على الاقل هيك لازم يعطونا ويعطونا تجربة ممتازة. فما بعرف اذا ممكن بالابديتس هذا الاشي يصير ولا لا، او بالجهاز القادم، ولكن هاي تعتبر نقطة على أوبو بصراحة، لأنك أنت جهاز سعره كبير بدك تأخذ فيديو 4K من الكاميرا الأمامية، والجودة بصراحة بالنسبة للفيديو ممتازة، لكن لازم يكون في عنا أوبشن 4K بكاميرا أمامية بهيك فئة سعرية. نحكي شوي عن الصوت أو نسمع صوت. شن الحرب فعلياً؟ إدارة ترامب يعني بدهم يعني يحاولوا يقصقصوا أجنحة الصين بأي طريقة كانت. وأول حرب بلشت مع شركة زي تي إي أيضا الصينية اللي منعوها تبيع وتشتغل في أمريكا، ومن ثم انتقلت الحرب إلى شركة هواوي. الصوت هون ستيريو أنا بعتبره بصراحة ممتاز، ممتاز، أحسنتي أوبو بالنسبة لموضوع الصوت. البصمة صحيح داخل الشاشة لكنها دقيقة جدا وسريعة جدا. والبطارية 4260 ملي أمبير، ليست أكبر بطارية في الأجهزة ولم تعطني أطول وقت، أعطتني من 5 ساعات إلى 6 ساعات سكرين أون تايم، يعني هذا لسه أفضل وقت ولكن يعتبر وقت جيد جدا. لكن اللي بيدعم هذا الموضوع بكل سهولة موضوع الشاحن يا جماعة الخير. في فرق لما يكون عندك بطارية 4000 وشاحن 15 واط أو 18 واط أو حتى 25 واط، وبطارية 4200 مثلا وشاحن 65 واط. كنت يا أخوان أرمي 10 دقائق هيك بس مستعجل بدي اروح اتوضا اغسل اسناني، 10 دقائق يعطيني 30%، 30% يا اخوان. ترمي نص ساعه 35 دقيقه من 0 الى 100% مش معقول. هاي التقنيه عن جد مفيده جدا لدرجه انه تعودت عليها. لما اروح هسه اجرب جهاز ثاني ابلش اشحن فيه شوي هيك اتضايق. شحن صراحه 65 واط رائع جدا، يعني قوي جدا. صحيح انه البطاريه ما اعطتني اطول عمر ولكن ما راح تحتاج هذا الموضوع. زي ما حكيت لكم حسيت حالك محتاج لشحن ترمي جهازك على الشحن وانت في البيت، بعطيك تجربه مش طبيعيه. بشكل عام كانت البطاريه تكفيني من غير بشحنه واحده يوم كامل بالايام العاديه. لما اضغط الجهاز بتصوير فيديو ولعب كان لا بحاجه اني اشحن، ارميها زي ما حكيت لكم 10 دقائق على الشاحن وخلص. فالبطاريه اذا ما بتكفي الشاحن بكفي بوفي بصراحه. هلا بدي احكي عن السعر. سعر هذا الجهاز 1300 او يعني مش متاكد بالضبط، هو 1200 الى 1400 دولار زي سعر اجهزه اخرى. وهذا الجهاز مش موجه لكل الدول وحتى مش موجه لكل الناس، موجه للناس اللي بتحب انه تدفع فلوس وتاخذ اشي فخم واداء فخم. فاذا انت معك فلوس هذا خيار بصراحه قوي جدا جدا تشتريه. ولو بدي اقارنه باجهزه ثانيه من نفس الفئه السعريه
اعتقد انا بالنسبه لي راح اخذ الاوبو بالرغم من بعض السلبيات اللي ذكرتها، ولكن التجربه تبعته صراحه ممتازه جدا. هل انت بتقدر تدفع هذا السعر؟ يمكن لا، فهو مش لكل الناس. ولو انا بدي اطلب من اوبو يعطونا زي هيك خيار، بس يعطونا سعر افضل. دائما الناس تبحث عن سعر افضل. اوكي المنافسين عندهم سعر عالي، ولكن انتوا لو اوبو اعطت سعر افضل من هيك اعتقد حيكون قوه البيع اكبر بكثير. انا هذا رايي بصراحه، ممكن اكون صح او غلط، هم بالنهايه شركه عندهم استراتيجيه وبيعرفوا سعره. انا اتمنى اشوف اسعار افضل ومنافسه. شكرا جزيلا، اتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا تتابعوني على انستغرام، بشوفكم في الفيديو القادم، الى اللقاء.